لا وسام أول رجال بدخل مرتهم ولا عند أول رجال بيخون مرته. الأنا بتختلف من شخص لآخر، بس الأنا اللي رح نشوفها عن تيم حسن بمسلسل أنا واللي بينعرض حصرياً على شاهد في آي بي غير الحب. لهيك حبينا تكون انطلاقته بيوم الحب 14/2، وتحديداً مع بداية احتفال كرم الشخصية اللي بيلعبها تيم حسن بعيد ميلاده 40 واللي شكلها رح تقلب حياته 180 درجة. أنا حابب أقول شيء عن جد، أنا حاسه أنا انولدت من لما تعرفت على الإنسانة، وأسباب كتيرة بتخلي جمهور يتحمس لحتى يتابع العشر حلقات من هالمسلسل، والبداية مع اشتياق الكل لتيم حسن بهالنوع من الأعمال. إنه هذا الشيء اللي صار معنا لك شيء، وأيضا حماس تيم للعمل واللي ما بيتوقف على السوشيال ميديا، خاصة إنه حياخدنا لعالم آخر بعيدا عن الحروب. التحقيق، أنا بدور دائما على الدافع، وإنما رح نشوف جانب إنساني رومانسي فيه الكثير من التأثر، كونه قلب كرم بيكون بحالة بتجمع قصتين حب لنساء مختلفات. شو عم تعمل بحالك يا كرم؟ الأولى مع زوجته أسيل اللي بتلعب دورها رولا باكس ماتي. ولا مفكرني إنه بدي عايشة ناطرتك عم مرق لك قصصها، واللي طبيعي ترفض تكون رقم اثنين بحياة زوجها أبو أولادها، والكتار رح يتضمنوا معها من الجمهور. أنا ولا مرة كنت مرهب لكرم. والقسم الآخر ممكن يبرر له ليه بعد هالوقت رجع وعاش الحب للمرة الثانية مع جودي مدربة الرقص بمدرسة أولاده، واللي بتقدم شخصيتها رزان جمال. مش شخصية غريبة يعني، بس بصراحة من دون فلسفة كلك على بعضك قالب سكر. بس كيف كرم بده يحافظ على بيته وحبيبته بنفس الوقت؟ وعن شو بيتنازل ولوين القصة بتاخدنا؟ كل هذا رح تعرفوه كل يوم أحد على شاهد في آي بي. أنا بحبك وبحبها، بحبك وبحبها، لا بدي بيتي يخرب ولا بدي اياك انت تخربي، ولا قادر اترك بهذاك المطرح. اكيد مبروك لتيم ولكل فريق العمل على انطلاقة المسلسل اليوم على شاهد في اي بي. طبعا اول المهنئين لتيم كانت زوجته وفاء الكيلاني، هذا تاكيد مره جديده انه كل الشائعات اللي طلعت من فتره عن انفصالهم كلها مو صحيحه. طبعا اللي لاحظته من تعليقات الناس لما تم الإعلان عن المسلسل إنهم مبسوطين جدا بعودة تيم للرومانسية، لأنه اشتاقوا يشوفوه بعيد عن شخصية جبل اللي طبعا عندها رومانسية بس مش هي الأساس في تركيبتها. صح، يعني رغم إنه الفترة الماضية قدم العميد البعيدة كليا عن شخصية جبل، لكن أيضا كانت بعيدة عن الرومانسية. مسلسل أنا رح يرجع أيام الرومانسية مثل مسلسل تشيلو وأيام نص يوم، وأكيد بإطار جديد هالمرة بمسلسل أنا رح نشوف واقع بحب اثنين اللي هن رزان جمال ورولا باقسماتي، وما بيقدر يتخلى عن ولا وحده بحسب ما شفناه بالتيزر. الناس كمان متحمسه انه تشوفوا بهالثنائيات الجديده مع وجوه جديده بالدراما البعيده عن الثنائيات اللي معودين نشوفها بالدراما. صراحه تعرف صبحي، يعني المميز جدا في تيم حتى ادوار الرومانسيه بيقدمها بطريقه مختلفه. تيم حسن وبالتوفيق ان شاء الله في العمل الجديد، وحتى طبعا ايضا ما ننسى انه ستايل الشخصيه في كل عمل بيكون مختلف وبيشتغل على أدق التفاصيل مثل ما أنتوا عارفين. مسلسل أنا راح نشوفه بشخصية كرم اللي حيكون رابط شعره، وإحنا تعودنا أن الشباب دائما بيقلدوا ستايلات شخصيات اللي بيلعبها تيم حسن واللي بيجسدها.